الهجمه معك يا مبارك مباشره لحكيم زياش، ينضم لونور الدين مرابط بينيه ممتازه الفكره ذكيه، معك يا ايوب ومعك يا مبارك، فرصه فرصه الهدف الاول، هدف اول يا يونس يا ملاندا بعد جمله تكتيكيه من اروع ما يكون، قاد مبارك بوصفه ونور الدين وايوب الكعبي بلمسات غايه في الروعه، يونيا يونس ملاندا في المرمى، يا لروعه الهدف، ليس اللمسه الاخيره ولكن الطريقه التي نعم بنيت بهذه الهجمه والطريقه التي بدات بهذه الهجمه من وسط الميدان بل من خلف الدفاع، نعم شوف الاعاده مره اخرى، الكره الماضيه من مبارك بوصفه خطا في التغطيه الدفاعيه يونس بلندا بلمسه واحده يضع في المرمى 1-0 للنخبه المغربيه، جمله تكتيكيه رائعه جدا بين اللاعب ايوب الكعبي ومبارك بوصوفا، لا قبل هذه كان هناك تبادل كروي جميل جدا، مبارك بوصوفا هنا رفع الكره دفاع هنا في تاون في نهايه المطاف يونس بلندا يستفيد